السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغز يقول: باستخدام الرقم 9 3 مرات كيف يمكنك الحصول على 1؟ استخدم الرقم 9 3 مرات في عملية من العمليات الرياضية التي درستها، كيف يمكنك الحصول على 1؟ من لم يستطع الجواب فهذا هو الحل. الجواب هو استخدمنا 9 3 مرات، 9 أس 9 ناقص 9، و9 أس 9 ناقص 9 هو 9 أس 0، و9 أس 0 تساوي 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.